شاركت مور هذاك اللقاء على واحد العدد ديال الملفات وعطاتني واحد العدد ديال المعطيات. وحنا مستعدين نبداو ديال الاداره محلول الرئيس ود الاقليم الحمد لله هو موجود، الهاتف ديالنا ما كيتسدش. حنا غادي نعطيو الكلمه للسيده النائبه ومن بعد غادي نسمعوا كاع المشاكل اللي كتعانيو بها في هذا الاقليم وغادي نجاوبوا اجوبه اللي هي صريحه وواقعيه وحقيقيه واللي يمكن غادي تعالج، غادي نقولوا راه غادي تعالج واللي ديجا تعالجت، لان ربما حنا كنا مكبين على هذا الملف ديال التدرج المهني. انا اظن اللقاء ما غاديش يعني يختصر التدرج المهني فقط، ربما غادي يعني يعرف جوانب اخرى، ولكن بهذا الامر اللي هو صار ماشي غير هنا في الناظور، صار في الجهه كامله. بدنا ندير لكم في واحد الصوره قبل ما نفتحوا النقاش. ياك السيده نائبه، انا تسلمت المهام نهار 15 2021. بطبيعه الحال كان اللي زامن عليا باش نشوف كاع، لان كانت واحد الغرفه فاش كنت انا مسؤول كانت غير الناظور، ودابا عاوتاني ولات جهويه فيها 8 الاقاليم. كان علي اللي زامن انني ندير واحد الجوله على الجهه كامله. واحد النهار وانا راجع من اقليم بوعرفه مشيت له يوم الجمعه، لقيت فيه شفت فيه كيك، شفت بوعرفه، شفت تندرارا، شفت المهم كاع ديك المناطق في واحد اليومين. نهار السبت جينا راجعين كتصل بيا شي وحده من داك الاقليم، قلنا السيد الرئيس راه ما خلصوناش في هادشي ديال التدرج المهني واحد المده طويله. كانوا معايا بطبيعه الحال في هذيك الجوله، كانوا معايا العناصر الاساسيه، المدير والمكلف بالميزانيه ديال الغرفه السلطه هذه. بطبيعه الحال سولتهم علاش ما خلصتوش الناس ديال التدرج المهني، قالوا لي راه الاعتمادات ما كاينش. طيب شكون هو اللي مكلف بالاعتمادات؟ واحد السيد كنت نعرفو سابقا يقولوا السي كريم في المركزيه، عيطلو ما عيطلوش في السبت نظرا لاحترام الناس باش ترتاح وداك الشيء. عيطلو نهار الاثنين مع الصبح، قال لي السيد الرئيس بعدا كنت كنقلب على التليفون ديالك الى اخره، قلت له دي راه كاين اشكاليه، الناس في الشرق ما تخلصوش، داروا التدرج داروا كذا كذا. قال لي واش ممكن غدا نديروا واحد اجتماع ا ديستونس، لان كانت ايام كورونا. بالفعل درنا واحد الاجتماع ا ديستونس وصارت واحد العدد ديال المشاكل جبت انا الناس، لان انا كنت جديد على الجهه. فمن بعد عرفت بانه كان خصو واحد الخدمه باش يديروا دوك الاعتمادات دارت في حين واحد 20 يوم شهر كاع كانوا الاعتمادات وصلوا للجهه الشرقيه واعتمادات مهمه. هاد لو دوسي بحال الا كان مهمل، باش نكون صريح مع راسي. اللي عيط للناس اللي كنت ديرها الرئيس السابق، المهم لا داعي لذكر المواقع، الناس السابقين راه الدوسي حماقوا معاه وراه لاحقوا، ما يمكنش هذا مشروع اللي سيدنا الله ينصرو وقعوا هنا في هذا الاقليم، وهذه بدينا كنشتغلوا عليه كتعرفوا دابا كاين اخوات ربما هنا اللي عندهم ملفات ديال 2014 و15 و13 و16 والى اخره. ملي بدينا كنقلبوا باش نعالجوا هاد الملفات، كتعرف واحد الملف اللي كيكون جولي يعني مليوح ما هي وما لونها. المهم درنا واحد العمل ديالهم، ثانيا بديو في واحد مرحله جديده، وهذيك الاتفاقيه ديال ديك 3 سنين فيها 6221 اللي خصها ديرها الغرفه الجهويه على ذاك 3 سنوات. فهاد 6000 كامله يلاه بقيناهم دايرين واحد 700، يعني بطبيعه الحال كنا مبغيناش نخليو هذيك 6000 تاع كامله، درنا واحد المجهود زدنا واحد 1000 على الاخوان هنا في الناظور وهنا زدت واحد 1000. هاد 1000 وهذيك القديمه وداك الشيء، دابا كاين فريق كبير، لانه علينا ما تقاتلوا جمعنا واحد الفريق كبير من نهار هذه سنتين حنا مع هذا الملف هذا، مازال ما نجحناش فيه 100%، ولكن بعدا بدات المعالم ديال الانفراج ديالو كتبان. هذه واحد اليومين راه واحد العدد اللي تخلص هنا في الناظور، ما نعرفوش شكون وصلوا للحسابات البنكيه، ولكن انا جبت لكم معايا لي زيطال اللي دازو هذه واحد 3 ايام ولا 4 ايام داز الناظور بواحد الكيفيه نسبيا يعني الملفات اللي تقدموا ديال الناظور ماشي هو العدد اللي داز كامل. وهذا الملف الاخوات فيه خمسه ديال المكونات، خمسه فيه المديريه الجهويه للتكوين المهني واللي هي صاحبه الدعم تبع التكوين المهني. هذا التدرج المهني والدعم ديالو كيجي من وزاره التكوين المهني. وفيه الغرفه هي اللي مكلفه غير بالاداء، وفيه المديريه الاقليميه ولا الجهويه ديال وزاره الصناعه التقليديه ثلاثه، وفيه المراقب المكلف او الخازن المكلف بالاداء اربعه، وفيه المدراء ديال المراكز كامل اللي كاين فيها خمسه. يعني كنحسبوا حنا كل مركز واحد. اذا هاد الورش اللي فيه هاد المجموعه ديال الناس كيصعب المعالجه ديال الملفات ديالو بسهوله، لانه اي واحد الحافله كيسوقها جوج ديال الناس دائما السير ديالها ما كيكونش. وانا شخصيا ملي كنت هنا في الناظور طلبت من انا ذاك من السيد الوزير قلت له واش عطيوه لواحد الجهه معينه، عطيوه التكوين المهني ولا عطيوه المديريه ولا يعني ثلاثه ديال المكونات، وكل واحد خصو يدير واحد العمل يعني صعيب شويه. هذا جانب. الجانب الثاني هو السي السعيدي راه هو اللي مكلف. خليه اخرى ما خدماتش، عاود درنا خليه اخرى، عيطنا المكونات كاملين في وجده هذه واحد 3 شهور في القاعه الكبيره، حملنا كل واحد المسؤوليه ديالو. ما يمكنش هاد الجهه يعني يفوتوا عليها واحد البرنامج اللي هو مهم. انا شخصيا كنقول الا تكلفت في شي واحد 2 مليار ديال التدرج المهني يديها اللي بغا يديها، يديوها المؤطرات، يديوها الصانعات، المهم كتزاد في الاقليم ولا في الجهه. والمساله ماشي غير ماديه، مساله انسانيه. لما كنقضوا واحد الفتاه ولا نقضوا واحد طفل باش كنعلموه واحد الحرفه معينه يولي يقتات بها وياكل بها الخبز، راه عندنا اجر العامل. اذا انا عطيتكم في الصوره مؤخرا امور كيف واخا درنا داك الاجتماع كبير ما عجبنيش الحال، باش ندير لكم في الصوره الواقعيه الامور ما تمشاتش. عيطت للسيد المدير التدرج المهني على المستوى المركزي قلت له خبر الوزيره راه هذا الملف هذا بقات له غير واحد الشعره ديال معاويه، راه الا لحتو ما نعاودش نولي، راه سامعش بقى ما كيتمشاش لظروف لعده اسباب. انا غادي نخبركم اخر مره، وعطيتهم معطيات دابا كيهيئوا واحد الرساله البارح، كيهيئوا واحد الرساله باش يصيفطوها للوزيره، لان الوزيره كتبوا لها واحد العدد ديال الناس ماشي غير من الناظور، كتبوا لها من وجده من فيفي، وكتصيفط لنا حنا كغرفه كتقول لك الاجابه. وهذا ملف حنا ورثناه يعني هكا، ورثناه واحد الارث سيء حنا كنعالجوه. واحد اخر غادي نقول لك انا اسمح لي هذا الملف خامج ما درتوش، ولكن لا الاداره فيها استمراريه، فيها الانسانيه، فيها كذا كذا. راه اللي كنتقاتل معاه والله الشهيد، اللي كنتقاتل معاه يوميا، يعني تقريبا التليفون ديالي ما كيسكتش يوميا، لا مع المدراء الاقليميين، لان بعض الاحيان الخليه كتقول لك اودي راه واحد الملف خاصو لو ريب ديالو. هذيك السيده الله يحسن عاونها كان عندها واحد الحساب وتبلع، ودابا داك الحساب مابقاش خدام. وملي كيعيطوا المدير الاقليمي باش يعلمها والله بتات علمها في الحين ولا ما علمهاش. اذا هذا ملف اللي فيه واحد العدد ديال المتدخلين، انا نقول لكم بكل صدق صعيب جدا، وخصو زعما قرار سياسي جري واقع هو هذا، يرفع على مستوى يتعطى لواحد الجهه معينه باش تحمل المسؤوليه. دابا انت لما كتقول تكتب او كتعيط واحد المركز ما كيهضر كامل تقول له فلان وفلان 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 ها واش مطلب لنا لاجون كونطابل، كيبقى يمكن يتصل بها يمكن ما يتصلش بها. دونك كاين واحد العدد ديال المتدخلين. هاد الدوسي صراحه ما تمشاش. على اي راه عندي الاحصائيات في هاد السنتين شحال ديال الملفات اللي تعالجوا، لان فاش قالت لي السيده النائبه خصنا نجلسوا على هاد الملف طلبت من الاداره قلت لهم انا غادي نمشي لواحد الاجتماع عطيوني بعدا شحال عالجنا في هاد السنتين. هو في الحقيقه لقينا يعني قرابه 600 ملف اللي ما معالجش. وهاد 600 ملف دابا اش كنقول للموظفين؟ كنقول لهم لو كان كنتو كتعالجوا لنا واحد الملف في النهار السنه راه فيها 366 يوم، لو كان حنا عالجناها 600,000 ولكن هما زعما ماشي انهم هما دايرين واحد المجهود كبير وملف صعيب جدا. ثانيا باش نكون صريح ولا بغاو يديروا عليه والو، عندنا واحد المراقب مالي مجازي لا تعرف الطريق اللي غادي معاه الصراحه. هي وانا هادشي راه يعني كنوجد واحد الكوت وكنوجد واحد اللقاء مع السيد وزير الماليه سي القجع باش نحطوه في الصوره. كتعطيه 40,000 كيسني لك 3 ويرد لك 37، وعلى من على اقل حاجه على اقل حاجه. والقوانين اللي تصدروا دابا كيبغي ينزلهم على الملفات ديال اليبوك. السيد المراقب المالي هادو راه كينطبق عليهم القانون ديال 2021 و18 و19. علاش دابا كيجي كيقول لا راه فرضوا عليا الضرائب وما كاينش اللي يقول واش كدير؟ هذا ما تابع ليا، وهو يعني الاساس في اخر مرحله ديال الفلوس. يسني المدير الاقليمي والمدير الجهوي ومدير الغرفه والريسيفور اللي كيصوب المونداتمون ويسني الرئيس، وإلا مشى عنده ما تسنياش راه ما كاين والو. وهادو دايرهم الدوله. حنا في الحقيقه انا من جهتي صباغونج صراحه، انا النهار اللي داروهم كنت رئيس، واحد العدد ديال الرؤساء اللي ما قبلوهمش قلت لهم انا لا هادو راه حمايه لينا، ان الا مشى حتى وقع شي دوسي كيتعتبر هذاك لو دوسي بحال دارت له المراقبه القبليه. هاد لاجون كونطابل حتى هو مساهم باش نكونوا واضحين، اللي بغى يبلخلونا كنقولوا له في اجتماع. عنده السياشور، عنده لارادان، عنده بوكو تشوز. الغرفه حاسبها بحال واحد بحال شي حاجه زايده. وثانيا المعامله اللي كيتعامل معنا ماشي هي هذيك، حنا دايرين له كما منصوص عليه في القانون، دايرين له ان بيرو في الغرفه مسدود الساروت عنده، ودايرين له موظفين اللي كيعطيوه الملفات يعالجوا مع الملفات. شمن ساعه اللي كيجي باش يعالج معنا الملفات ديال الغرفه ديال جهه الشرق كيجي في 5 د العشيه، كيشد الناس حتى 11 الليل يومي، يعني دو فوا باغ سومان. هاد الناس ما عندهمش ولادهم، ما عندهمش هاد الموظفين ديال الغرفه خصهم يمشيو لدارهم. واليوم باش يجي في 9 الصباح ويتريتي معنا واحد المجموعه ديال الملفات يمشي بحالو، كيجي لعندنا حتى الخمسة ديال العشيه كيشد الناس تما حتى 11 الليل. واللي عجباتو كيسنيها واللي ما عجباتوش، وانا ما عندي عليه حتى سلطه. انا كرئيس ولا الوالي ولا العامل ولا وزيره الصناعه التقليديه ولا هادو كاينين دابا دارتهم وزاره الماليه، ما عندنا عليهم حتى سلطه. هذا باش نكونوا واضحين، حتى هو زيد في الدين بالله. انا يكفيكم الحال في اخر في هاد الايامات الاخيره كنت غادي كاع نسد هذيك لابونت، ما معنى نسدها ما نوقع حتى وقع، ما خلص موظفي ما خلص ضو ما خلص ما خلص حتى حاجه، لانه التعامل بصراحه لا يرقى الى مستوى التطلعات ديال البلاد والمستوى اللي وصلت له البلاد. هذا جانب. الجانب الثاني باش كل واحد لابد عنده تقصير. الغرفه كان عندها تقصير كبير باش نكونوا واضحين، لانه هي اللي كيتجمعوا عندنا الملفات الخلاص. انا اش كنقول لهم دابا؟ كنقول لهم يجيكم واحد الملف واحد السونتر ما تشدوش. علاش تشدوا عليه وتقول له واخا كمل لي راه باقي السيده ما جابت لياش واحد الورقه؟ لا ما تشدوش. ان فوا تشدو راك انت مسؤول عليه، ما باقيش عاد تقول لي هذاك لو دوسي راه جاني مجرده ولا جاني بوعرفه وانا قبضتو راه ناقص. مين قبضتو راه كتحمل المسؤوليه ديالو. ما تشدوش لو دوسي يجيك ان كومبلي ما تقبطوش على 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 شي مركز كما غيكون المراكز، ردوا له هو يدبر معاه. دابا كيمسحوا فينا باسكو الغرفه سابقا تهاونت بدات كتشد الملفات وكتعرض. دابا ملي كنقلبوا على دوسي واحد كنلقاو ما عندوش لاكارت ناسيونال، واحد ما كنلقاوش عنده هذا وهذا. يعني انا كنتحمل المسؤوليه، هذا تقصير ديال الغرفه اللي قطعت الملفات وهما ان كومبلي. دونك هذا هو اللي نقدر نقول لكم. بالنسبه لنا جبتكم اخر قبل ما نعطي السيده فريده الكلمه. المجموع اللي تخلصوا في المكونين في هذه السنتين داو 80,000 درهم و223. السميات ديالهم فاطمه العلالي، فاطمه الزهراء، الدغري، منى بالرقي، ناديه المريني، هادو بالنسبه للمكونات. بالنسبه للحرفيات الصناعات اللي توصلوا بالمستحقات ديالهم، هادو عندك كاينه محمد ششاح كاين جبنا هادو ديال الميدار سمح لي. هادو اللي قلت ديال الناظور ياك، هادو ديال الناظور واخا كاين فيهم حتى المنكرات ما فيها باس. هو الناظور داير هنا هذا الدريوش لان هاد الليبات بدات ملي بدا دغوات وداك الشيء بدينا كنشتغلوا ليل نهار في الغرفه، بداو شويه الملفات كيتمشاو. كاين الدريوش، كاين محمد شيشاح كذلك، الدريوش سفيان الحسيني، لطيفه شنو كذلك مدار. كاين اللي كيكون عنده جوج ديال لي دوسي الان 2008. انا زعما باش تعرف راه كنشتغل على ملفات اللي ماشي انا داتهم، بعدا غير الجهد. ما نورمالمون انا نقول لك انا نشوف هادشي ونسمحوا لي يخليو عليا يدبروا معاك، ولكن لا، انا ولد الاقليم وبصراحه عندي واحد الحس وطني. أو هذا ديال 1000 تشوف هادو كلشي اللي كنتذكروا عليهم ماشي بالولايه ديالي. 2015 هادي شكون هي؟ هادي في العروي نزيهه الفاضلي، وهنا واحد الاخت في الناظور راه خلصات غير هاد الايامات، حمامه نوح. العروي والناظور ديال العروي والناظور شكون هي هادي؟ نزيهه الفاضلي، سعيده ازواغ الناظور، هي تخلصت غير في هاد، تخلصت في لو 2011 غير هاد الايامات 2023، وعلى وتخلصت على 2015 فاش الساعه ما كناش كنا. وكاين واحد الاخت اخرى سعيده ازواق كيف هي عاوتاني لا ميم شوز، دات عاوتاني واحد الخلصه اخرى في 2011 على 2014. باش تشوفوا الفات اللي كنعالجو ماشي ساهل. ثانيين كاين عائشه معاشي الناظور، تخلصت حتى هي نهار 2011، تخلصت في 2018 و 2019، خلصت على جوج ديال الملفات. وكاين غسي سعيده العلالي الناظور 2011، تخلصت على 2018 و 2019. اذن هادي لاسياسيون قيله التاليه ولا باقي شي وحده هنا. هادو ديال اليوم لا ميم شوز. كاين سعيده العلالي العروي بون غادي قلناها، حمامه نوح، تعاونيت تمسنوت العروي، ما كاينش شي وحده اخرى. سعيده زواغ، كاين سعيده كاينه سعيده زوغ لا ميم شوز، هاد الملفات جبناهم وصافي. الله يبارك في الصوره السيده النائبه. دونك هادو لا ميم شوز، هادو دي موندا اللي دازو هاد الاسبوع خاصين بهاد لا بروفونس ديالنا. المهم من بعد غادي نعطي لا ليست لسي محمد باش يشوف معكم اللي كاينه هنا، غادي تعرفوا. بون هادو راه يلاه مشاو لكم الحسابات، يمكن مشاو لكم 20 وقعهم. حنا ملي كنديرو تاريخ توقع اللي وقعهم هو 20 لو لوندومان. انا كنقول لكم كيخرج في 11 ديال الغرفه، الغدا كندوهم 13 كيبقاو 24 ساعه. اللي عنده الحساب ديالها كوريكت وباقي محلول كيكون عندنا في الحساب. السيده النائبه لك الكلمه على تلبيه الطلب ديالنا وعلى الحضور ديالو. كنشكروا السيد المدير الاقليمي الناظور الدريوش، السيد المدير ديال الغرفه، السيدات باش غادي نقول لكم الحرفيات والساده الحرفيين. كنشكر الجميع ممثلي الاعلام اللي دائما كيبرزوا الحضور ديالهم. كنت كنتمنى انه يكون حضور اكثر، لان الجميع كيتشكى، الجميع كيكون عندنا مشاكل، ولكن ملي كنجيو نحلوا المشاكل كنتفاجئوا بعدم الحضور ديالهم. قبل كنا كنسمعوا الجميع كنهضر بصفه عامه، كنتواصلوا بالرؤساء، كنتواصلوا بالسياسيين، كنتواصلوا بالبرلمانيين، كنتواصلوا واش معنا. ولكن للاسف الشديد اليوم ثبتنا انهم البرلمانيين والرؤساء كيلبيو الرغبه ديال الطلبات ديالهم، وجاو اليوم باش يناقشوا المشاكل ديالهم، واذا بنا كنتفاجئوا عدم الحضور ديالهم. كنشكر عاود جزيل الشكر للسيد الرئيس اللي اليوم ثبت الوجود ديال الغيره ديالو على الجهه وعلى على 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 الوطن ديالو، وثبت الغيره ديالو على ابناء اقليم الناظور وخاصه على الحرفيين بصفه عامه. لان ملي كنلقاو اليوم، انا تفاجئت انه اليوم حل المشاكل ديال 2015 و2018 و2019. هذا كيثبت الوجود ديالو انه الملفات عاطينهم واحد الاهميه. ما يمكنش جميع الملفات غادي يتناقشوا، ولكن مادام بدينا ب 2015 الا وكاين النيه ديال الحل الحلول ديال المشاكل ونحلوا المشاكل. اللي بغيت نقول انا لبيت الطلب ديال الاخوه اللي اتصلوا بيا مؤخرا، واللي جيت حضرت معهم الاجتماع. واللي سمعت المشاكل ديالهم ووعدتهم عما قريب غيكون لقاء مع الجميع، وغيكون لقاء مع المسؤولين ديال الغرفه ديال الصناعه التقليديه، خاصه فيما يخص الرئيس ديال الجهه الشرقيه ولا المسؤولين ديال اقليم الناظور. الحمد لله انا الوعد ديالي كنت الحمد لله وفيت بالوعد ديالي، وانا اليوم جيت حاضره كيف ما وعدتهم غيكونوا معايا المسؤولين، لا الرئيس لا الجهه ولا بالنسبه للاقليم. الحمد لله اليوم حنا رحنا موجودين، وانما الغياب ديال الناس اللي ما عطاونا الشكايات ديالهم. اذا المسؤوليه هنا ديالنا، المسؤوليه اليوم ماشي المسؤوليه ديالنا حنا، انما المسؤوليه ديالهم هما، حيت باللي عنده شي ملف خصو اليوم يحضر. وما نساش باش نشكروا واحد السيده اللي هي الغيوره واللي هي المدافعه في عدة مشاكل مع جميع عدة جمعيات، وخاصة مع الحرفيين، السيدة ربيعة اللي تبارك الله عليها دائما الصوت العالي، دائما الصوت اللي كيدافع على المشاكل، واللي دائما في تواصل معايا. السيدة النائبة الملف ديالنا ديال الحرفيين وعدتها واليوم انا حاضرة. هي ما كنحملوش مسؤولية ديال الغياب ديال الجميع، اللي واش انه الموعد ديال الجمعه حيت انوليناه لان كاين ظروف خاصه ديال السيد الرئيس، وخصكم تعرفوا بان اليوم كانت حاله طارئه واليوم كاين وفاه وخصو يكون في جنازه وراه ما حضرهاش، لان بغى يوفي بالوعد ديالو بالكلمه ديالو. خصو يمشي يحضر الدفينه وراه ما حضرهاش، وراه جا باش يحضر. كنشكر اللي حضروا اليوم، ونتمناو انهم المشاكل والحلول ديالها نتوما توصلوا يعني الرساله للجميع. كنتأسف على الناس اللي جاوا عبروا على الغضب ديالهم، عبروا على المشاكل ديالهم، واليوم من جينا امام الواقع باش نناقشوا مع اصحاب مع المسؤولين المعنيين، لاننا نائبه برلمانيه اللي عندي عده اشياء، ولكن المسؤول اللي كان خصو يجاوبهم مباشره، لانه هو اللي عارف شنو اللي كاين، هو اللي يقدر يقول كيف ما اليوم وضح لكم وعرفكم الحلول ديال المشاكل. للاسف الشديد تفاجات بعدم الحضور ديالهم. وشكرا للجميع وشكرا للحضور، وشكرا جزيلا للسيد الرئيس اللي رغم الظروف اللي القاسيه اللي عنده الا استجب الطلب ديالنا، ماشي الطلب ديال النائبه البرلمانيه وانما الطلب ديال الحرفيين باش يشوف المشكل الحقيقي ديالهم، باش يكون ديك اليد اللي غادي تمد لهم باش نحلوا المشاكل الحقيقيه اللي عندهم. وشكرا للجميع. شكرا للسيده النائبه التدرج المهني، ولا كذلك المشاكل الاخرى اللي كيواجهها الصانع والصانعه عموما. بالنسبه للتدرج المهني راه كانت غتحضر معنا المسؤوله، ولكن انا مطلع على ذوك الملفات كاملين، راه كنا كنسنيو كاع ذوك الملفات اللي غيمشيو سواء ديال 2018 2019 2020 2021 كيف قال السيد الرئيس يكونوا ناقصين شي وراق، كنعيطوا للصناع باش يجيبوا لنا دوك الوراق. كاين اللي كيبدل رقم الحساب تا هو كنعيطوا ليه، كيتزادوا شي حوايج اللي ما كانوش في القانون السابق، شي شواهد انجاز الخدمه وهذه حتى هي كنعاودوا نوجدوها. كيف قال عطاكم السيد الرئيس الخلاصه ديال الملفات اللي تصفى، ونتمناو ان شاء الله ملي تجي تالي هذه السنه هذه نكونوا مصفين جميع الملفات ديال التدرج المهني، وكذلك ما نلقاوش المشاكل بزاف، وكلنا اذان صاغيه لكم هذا النهار. وشكرا. شكرا للسيد. دابا انا بغيت العلوي، هذا السيد العلوي هو المدير الجهوي ديال التكوين المهني. التكوين المهني ماشي اف بي تي دي، حنا كاين واحد التكوين مهني اخر تابع للسكوري الوزير ديال الرقمنه والتشغيل، وكاين مندوب جهوي هذاك حنا كاين السي امين. هاد الجوج ديال الاخوان حتى هما لا يهداهم بال على هاد الملف هذا باش يتصل. انا بعد الاحيان ملي كنمشي لوجده وما كنغيبش على وجده بزاف، غير على هادشي هذا كيعطوني الدار بسم الله هكا ديال الوراق ديال التدرج المهني. هاد اليمنى كنبقى ندير لها بعد الاحيان وقع كنقول صافي داكشي كله لما كيمشي له كيتوقع منه 6 ولا 7 الملفات، شي اخر كلشي رجعتي على اتفه الاشياء. صراحه اتفه الاشياء كما قال واحد الموظف عندي في الغرفه، قال لي شنو السيد الرئيس هذا كيدير جميع المحاولات باش يلقى العله، صافي. هذا موضوع اخر غادي ان شاء الله تعمل الحاج غادي نكون السلسله اللي كتمثلكم غادي نكونوا حنا خصنا شي واحد اللي قابل هذه المؤسسه ما تكونش دايره بحال واحد الخضره في القاعه الا شي مؤسسه اخرى مؤتمرات بزاف اللي كيديروا هذا العمل ان شاء الله الى وصلنا لهذه المرحله وكان عندنا شي مراقب مالي اولا فاس نعطيكم مثلا اكزومبل ديال فاس فاس المراقب المالي كيتبع الرئيس في الكولوار كيقول له جهاز سيميل نوقعوا عندهم زيرو دوسي وانا الخمسه لان المراقب المالي واجد ما حنا ملي كنهيئ واحد المجموعه ديال الملفات وكيهزوا واحد الموظف وبعد الحين يديهم لشي مؤسسه وبعد الحين يجي للغرفه وكنستناو يومين 3 ايام على جهاز المراقب المالي ويرجع لك داكشي كامل اللي صوتو والاخ سيدي راه مروه غير يعاود لابابراس والوراق راه كنكونسوميو واحد ربما باش يخدموا جوج ديال المؤسسات كنكونسوميو في الوراق يعاود قطع وعاود باين هذا موضوع اللي خصنا نبدا نلقاو له حل. انا هاد الوضعيه جيت لقيتها في هاد الجهه كنت فيها جوج ديال المشاكل سوداء جوج ديال التدرج يعني ملف اسود صراحه ملف اسود. اولا ملي تلقاني دابا هنايا عندي انا نقولكم شحال عندي ملف ديال 2014 راه 2014 حتى اليوم شحال علينا 10 سنين 10 سنين هاد الملف اللي مشيت تجبدو الملف ديال 10 سنين كيفاش غتلقى داير؟ وعلى اللي غتلقاها بوري ثاني غتلقى واحد العدد ديال الورق ما فيهش ما هذوك ثاني واحد العدد وخلي ما تريد ديرو. انا دابا كنعالجو واحد المعضله وهذا 2015 هذا 2013 2014 2015 قليل ما بعتكم في الصوره المشاكل اللي كنعيشوها اللي ربما اللي كيشوف الواد كيقول له دير هاك الواد صح غادي ينقص فيه ويجيبها ليه ولكن ملي كتدخل كتلقى الغاز التربيه وكتلقى واحد العدد ديال الامور المسؤوليه ماشي سهله اللي كتبان له المسؤوليه سهله الله يبليه بها وخاصه في هذا الوقت هذا. خوات غادي نفتحوا لكم اللائحه ديال المتدخلين هذا الحلم الثقيل ديال هذا الميدان هذا ديال الصناعه التقليديه وكنشكرك سيد الرئيس حتى انت وليتي بيت الدعوه غير وكان هذا القطاع هذا ما نعرف شكون اللي دعا عليه باش يتجمع راه ما غاديش يتجمع لان الاغلبيه ديال الصناع التقليديين ما عرفناش دابا شنو حنايا كندافعوا على هذا القطاع وعلى هاد الحرفيين كفاعلات جمعويات ما بغيناش هاد العيش اللي كيعيشوه لان جات كورونا حطمات الناس حطمات جميع الصناع التقليديين كاين اللي سد المحل ديالو كاين اللي مات بالحرقه بالفقصه كاين اللي انتحر كاين اللي سميتو شنو كنا كنسمعوا حنايا في الجروبات بان هما ما عندهمش الحق كحرفيين باش يدخلوا للغرفه ما كتعطالهمش بزاف ديال ايوا دابا كنوصل لك شنو الهم اللي كان ولكن اليوم انا عرفت بان اش كيتقال في الاخر ماشي هو اللي كيتقال اليوم. حنا السيده البرلمانيه شي عام وحنايا كنقولوا لها باش تجي تحضر معنا كصناع تقليديين في الغرفه او خارج الغرفه او في اي مكان هي البطل الرغبه اليوم ولكن كان انا حتى انا تفاجات الاغلبيه كيقول لك البرائيه جا الوقت قصير ما كاينش شي برنامج ما كاينش سميتو كنا درنا نهار الجمعه ولكن كاينه ظروف اللي دارت هرست هاد اللقاء ولكن حنا كحرفيين عندنا واحد الهم بغينا نشكيو راه غادي انا غادي ندير المستحيل باش نجي نحضر لان انا اللي راني كنعيش واحد الوضعيه مزريه ماشي الرئيس ماشي البرلمانيه ماشي السيد المدير الجهوي ماشي السيد المدير ديال الجهه ولا الاخوه الاخرين انا اللي كنعيش هذا المشكل انا اللي خصني غادي نتشبط في هاد الناس هادو باش نجي نحكي لهم على المشكل اللي كنعانيه انا والصناع التقليديين ولكن مع الاسف الشديد ما عرفتش شنو واقع. المهم حنايا اليوم انا بعد عندي واحد المشكل هو من نهار فاش كيوصلوا الانتخابات حنا كنجيو للغرفه كتعطيو لينا شواهد كتعطيو لينا الله يجازيهم بخير كلشي اللي سميتو ولكن نهار فاش كتحل باش يتحلوا اللوائح الانتخابيه حنا كحرفيين وعندنا عندنا الحق دستوريا باش نمشيو نتسجلوا في اللوائح الانتخابيه او حتى نترشحوا للانتخابات. هذا حق دستوري، هذا حق عطاه لنا الدستور، وحنا غادي اي واحد فينا ممكن غادي يمشي عنده الحق باش يتسجل كمنتخب. راه هذا الحق هذا ما راهش غير على واحد الشخص او لا جوج في الغرفه او لا هاد الممثلين ديالنا يتوارثوا هذا المنصب. هذا راه حق ديال اي وحده فينا واي واحد فينا. الا شنو كاين، كنتفاجئوا نهار فاش كتوصل ديك لا بيريود ديال الانتخابات كيواجهونا بواحد الجدار ديال خص الرخصه، واخا كاع هاد المسائل القانونيه. واش كاين شي واحد اللي عنده سميتو عنده شهاده ديال المهنه ديال الاخر ديال الحرفه؟ مثلا انا كخياطر عندي سميتو، ولكن كاين بزاف ديال الحرفيين اللي ضربوا 40 و50 عام ولكن ما عندوش الدبلوم. راه قبل ما كانت هذه الحرفه هذه كانت كدار بلا دبلومات. احنا بزاف ديال الناس كنعرفوهم راهم شارفين في الحرفه، دخلوها تعلموا بالمراحل، هذا كيعلم هذا، هذا كيعلم هذا، حتى وصلوا لواحد النيفو اللي تبارك الله عليهم. واخا عندنا الدبلومات ما وصلوهمش في داك الاتقان وفي داك المهنيه اللي في المستوى. باش اليوم الغرفه خصها تلقى حل في هذا المشكل هذا، لان كاينين بزاف ديال الناس اللي كيعانيو. غادي يمشي لا سينيسيس باش يسجل سميتو، كيقولوا له خصك تجيب لنا الاخر الشهاده الحرفيه. لا انا طلبوا لا اسمي قانون هذا. سمحي لي نقاطعك، قانون ديال التسجيل في السجن الوطني الحكومه وهذه التعليمات الملكيه ديال سيدنا منصور بسطت الاشياء. فين كاع هولتها ما لقيتيش عضو، ما لقيتيش رئيس، ما لقيتيش مندوب، ما لقيتيش انت راسك كتمشي عند وكاله كديري واحد لا تدخلي في السيت الاول كديري واحد لونكاجمون واحد التصريح بالشرف. وما بقيناش كاع نصيفطوا الاخوات اللي عند وكالات النظارات باش ما يخلصوش، كيجيو كيصوبوا هنا وحتى باش يجاليزيه كيدير غير لومبرينت وكيوقعوا ويتسجل به. الحكومه بالسطات باش كاع هاد العراقيل ما تكونش. هذا فيما يتعلق بالسجل الوطني، فيما يتعلق بلاصنس، فيما يتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابيه. هذا لا اسمحي لي نخليك تكلمي، هذا لا دخل للغرفه ولا للمديريه ولا شي حد، هذا يتعلق بالوزاره الداخليه. الوزاره الداخليه صرنا واحد مدونات انتخابات دايره بعض الاشياء. شنو كدير التسجيل؟ كتقول لك يما هذا الحرفي يكون عنده معمل. ما معنى معمل؟ يكون عنده واحد هما الصناعه التقليديه كيعتبروه معمل كيشتغل فيه، او كيشتغل حتى في دارو يجيب واحد الشهاده ديال الداخليه ديال القايد، يعطيه واحد الشهاده بان هذه السيده تمتهن حرفة الخياطة والله في المحل ديالها، ولها الحق أن تسجل بها وأن تترشح بها وأن تفعل بها ما تشاء. المشرع جاب 4 ديال البنود أساسية في تسجيل اللوائح الانتخابية، إما الروجيستر، إما تسجيل في الضريبة بما يسمى بالباتنتا، ياك، إما شهادة ديال المديرية. حتى إلا جيتي عند السيد المدير وعطاك شهادة تسجلي بها. لا أنا مسجل، أنا كنقول لك زعما. أو الا ما كانتش الشهاده ديال المديريه شهاده ديال القايد. القايد كيصيفط واحد العون ديال السلطه كيدير لك واحد الاخر يقول له بانه قدوري كيمارس مهنه البطاله ولا الميكانيك ولا ربيعه كدير الخياطه وبها تسجلي في اللوائح الانتخابيه. السيد الرئيس هذا الشيء راه كاين مشكل، مشاو الناس بهذا ولا جينا نذكروا بجديه ونتمعنوا في القانون. شكون اللي عنده الحق يسجل في اللوائح الانتخابيه؟ اللي عنده القوانين ديالو كامله، القوانين ديالو كامله، عنده روجيست كوميرس ديالو المحل ديالو، هذاك العامل اللي خدام معاه ما عندوش الحق، واخا صانع ان با دغوا باش يسجل اللوائح الانتخابيه، لان هذاك اجير. انا عندي القانون ديالي كامل خليه يكمل. هذاك انا دابا كنسجل في اللوائح الانتخابيه، عندي معايا 5 ديال العمال في الواقع راه ممنوع يسجلوا في اللوائح الانتخابيه، ما عندهمش الحق. اللي عنده الحق هو اللي كيكون يعني صنايعي. ما معنى صنايعي؟ ماشي اجير، هذا كيتسمى عامل. الصنايعي هو اللي عنده واحد المعلم. هادو هما اللي ما يحقسوا اللوائح الانتخابيه. شكون واضحين؟ راه غير السلطات بعض الاحيان كدير تسهيلات الى اخره. تبدل الاربعين. انا جاوبتك على هادو، باقي لي واحد القضيه باش ما تدوزنيش. انا متفق معك. كاين لا غير باش ما تدوزنيش دقيقه، باش ما تدوزنيش. انا متفق معك وهذه من اول الامر، وهذه غادي نطلبوا من لاله فريده غادي دير معنا في عيدها. لأنك كنت هضرت معها شي مرة في هذا الموضوع. أنا في أول الأمر في أول اجتماع مع السيدة الوزيرة قلت لها عندنا ما يقرب على 56,000 صانع تقليدي في الجهة الشرقية. هاد 56,000 فيهم ما يقرب على 90% الناس اللي مارسوا الحرفة عن توارث، ماشي يقراوها، عن توارث، عن با، عن كذا، عن واحد المعلم. طيب شنو درنا؟ طلبت من الوزيرة قلت لها الله يجزيك بخير، أنا نأكد لك أنه الناس ربما واحد يخرج دبلوم ولكن واحد عنده الخبرة والتجربة أحسن. طيب شنو درنا؟ درنا واحد الاتفاقية، واحد الاتفاقية اللي سميناها تصديق على المهارات. تي صانعة ماهرة خصنا نعطيوك تصديق على المهارة ديالك، سميناها تصديق على المهارة. هاد لا كونفونسيون هي ثلاثية وهي نادرة ما كايناش في المغرب، كاينة دابا تحطات في الرباط وجهة الشرق، هادو جوج اللي حطوهم. هادي فيها واحد الثالوث، لأنه دايما كنقولو الصناعة التقليدية ولا شي حاجة اللي هي كتعلق بلا فورماسيون ولا كتعلق بشي ديبلوم خصنا نبدا يكون معنا التكوين المهني اللي هو صاحب الأمر. درنا واحد الاتفاقية فيها ثلاثة د الناس، فيها الغرفة اللي صاحبة لو ميتر دوفراج اللي صاحبة الجهة، الوزارة والمديرية التكوين المهني. الوزارة ديال التكوين المهني أنا وقعتها، أنا عندي نسخة دابا نعطيها لألا فريدة. السيدة الوزيرة وقعتها وصيفط لها السي السكوري راه عنده هذه تقريبا كتبت له عليها جوج ديال الرسائل. واحد المرة كاع تلاقيته في الرباط في واحد اللقاء مع السيد رئيس الحكومة وطلبته منه قلت له راه عندك واحد جوج ديال الكونفونسيون، وحده ديالي وحده ديال الرباط، قال لي راني سنيتهم كاين اللي واحد الساعة ما توصلناش بهم. هذه إن شاء الله فاش غادي تجي شنو الغاية من هذه؟ غادي هاد الأخوات اللي جالسات غادي يكون واحد المعايير باش يحطوا لي دوسي ديالهم وكتدرسهم هذيك اللجنة الثلاثية. الرئيس ديال الغرفة هو من يمثلوه، المدير ديال المندوبية هو من يمثلوه، والمندوب ديال التكوين المهني هو من يمثلوه. هادو غادي يدرسوا ديك الملف وغادي لما يتفقوا عليه يقولوا بانه لاله ربيعه كتمارس وعندها اللي عارفها راه كيعرفها واللي ما عارفهاش غادي يقرا الورق وداكشي، كيوقعوا على هذاك الملف وكتعطى لها واحد الشهاده ليكيفالون ديال الدبلوم ديال اوف بي تي تي. هذا راه جاي ان شاء الله، هذا هو اللي بغيت نجاوبك عليه. خذ لك منك واخا السيد بالطامه الكبرى لان اللوائح الانتخابيه واش واحد عنده الهمضه غادي تسجل في اللائحه الانتخابيه ديال الغرفه، واش واحد عند سميتو اطار بنكي متقاعد غادي نلقاوه في اللائحه ديال الانتخابات، واش الام ديال الممثل ديالنا وعمته وخالته وجده وسميتو غادي يلقاو، واش ما كاينش التحيين ديال اللوائح الانتخابيه؟ ماشي الدور ديالنا هذاك، ماشي الدور ديالنا لا، ولكن هاد الناس ديال هاد الناس اللي هما قاضيين فناو العمر ديالهم في الصناعه التقليديه ما عندهمش الحق، سواء من جهه وزاره الداخليه ولا من جهه الغرفه ولا من جهه، كيجي واحد غريب عن القطاع كتلقاه تما مرح. كيفاش شكون هذا شكون جا؟ وهذا امر اخر، هذا ما يقدرش غادي حنايا شنو هاد الناس هادو كتعطي لهم شواهد من الغرفه باش يمشيو يتسجلوا ما مقبولاش ما مقبولاش. والسيد الرئيس الله يهديه انا كنهضر معاك كمسؤول، انا كنهضر انا سمحيلي شوفي انا كنهضر معاك مسؤول. الشهاده الغرفه غير معترف بها في تسجيل اللوائح الانتخابيه، ديريها فيما بغيتي. انا ملي كنبغي نترشح واش سمحيلي، انا ملي كنبغي نترشح عندي لاباطونط وعندي روجيس كوميرس في المحل ديالي عمرو ما طلقته، وإلا ما عطانيش المندوب شهاده راه لا يجوز لي نترشح. اييه سيد الرئيس بعد شوفي التسجيل، شوفي انا التسجيل راني هضرت معاك فيه، التسجيل في اللوائح الانتخابيه لا دخل لي شي حد فيه. شوف سمحلي الله يرحم الوالدين، راه هذا الشيء اللي قلتي لي انا كنفهمو وعرفتو، ماشي انا هذا الشيء مفروغ منه، ولكن كيفاش هاد الناس داروا حتى مشاو؟ هذاك امر اخر ما يمكنليش نناقشوا معاك. انا شهاده الغرفه وراه حرفي، والحرفي كيمشي شكون اللي كيسجلوا في اللوائح الانتخابيه؟ راه حنا درنا الكومبا باش حلوا لينا اللائحه الانتخابيه، واش ما كاينش حنا ما غاديش يعترفوا هاد الناس بالتنافسيه الشريفه، وحتى حنا غادي نخوضوا هاد الغمار. واش كيبقى على واحد الاشخاص واحد المجموعه الى ماتت عليها ولا شرفت ولا تقاعدت كيوليو الخلف غير من العائله كيمشي، هادو واش عندهم الحق؟ هذا ما عندهمش الحق. مشكل اخر اليوم مشكل اخر، ولكن فين كتكون التسهيلات؟ ملي كتجيهم هاد التسهيلات باش كيديروا راه كتخرج حتى من الغرفه. كاينين حوايج اللي كيخرجوا من الغرفه باش كيتسجلوا غير سميري. دابا هي حنا ما عندنا شوف ما كيعترف لا يسمعوا ما كيعترفوا بالشواهد ديال الغرفه في التسجيل اللوائح الانتخابيه. ماشي ما يعترفوش بها، القانون لا يسمح انه دابا نعطينا واحد الشهاده ويمشي يسجل بها. الحق اللي عنده باش يسجل هو انه اما شهاده ديال الداخليه ديال القايد او يكون عنده ريجيست كوميرس او يكون عنده لاباطون. هادو ثلاثه اللي عطاو له الحق. هذا الشيء حنا سجلنا به بهذا القانون. ولكن دابا غير بغيت نقول لك زعما هذا النقاش ما عنده علاقه مع الغرفه نهائيا. غير اللي ما تفهمش سمحوا لي وقت الدخول ديالي التفاهم يعني في التعبير. دابا هي اللي بغات تقول السيد الرئيس انه نورمالمون ملي غادي نمشي نسجل راه خصني الشهاده. نورمالمون كتقول واحد الشهاده ديال الحرفيين، واحد الشهاده ديال الغرفه. قولوهاش يعني دابا هي غادي مدونه السيده النائبه ملي كتقريها ما فيهاش شهاده غرفه نهائيا. لو كان فيها شهاده الغرفه لا ابدا، لو كان فيها شهاده الغرفه غادي يقبلها لك رجل السلطه. لما كتقري مدونات الانتخابات راه كدوز في الشريعه في البرلمان. دايرين ربعه ديال كانوا واحد الوقيته مختصرين زايدين حتى سميتو حتى الرخصه ديال الممارسه. يصابوا رخصه الممارسه يمكن يديرها الواحد، زولوها حذفوها ما بقاش رخصه. اساسي شنو هو اللي اساسي؟ هو الريجيست دو كوميرس. ان واحد ملي كيمشي يسجل في المحكمه ويدير لاباطونت ديالو هذا راه حرفي، او يكون مسجل في الضريبه تاع هذا كيجيب لك الرقم وخلص الضريبه ديالو كيسجل به. او لا كيجيب شي شهاده ديال القايد. هذيك القايد على ما كيبني كيعيط على العمود السلطه كيقول له سير شوف لي المحل ديال هذا. راني كنقول لك هو في الواقع اللي ما عندوش المحل لا يجوز له التسجيل في اللوائح الانتخابيه، وهذا امر تتعلق به الداخليه ما عندها دخل فيه لا الغرفه ولا المديريه اخرى. هذا يعني ملي بحال دابا هاد المشاكل ماشي الوقت ديالها ديال النقاش. يعني ملي كتقرب لا غير سمحي لي الاستاذ اخت ربيعه، حيت هاد المناقشه هادي كي كنقولوا ملي يقربوا الانتخابات تما عاد يمكن تشوفي شنو اللي تسجلوا وتشوفي الفو جوستيفي دي بروف انه هذا السيد هذا لا علاقه به شنو القوانين اللي طبقت ودوك الاشخاص وفيهم تما كيدير الطعن. فهمتي؟ اما دابا هما غادي يناقشوا غير غنضيعوا الوقت لان دابا جلسيه المناقشه مرحبا نديرها في الدين ديال السيد. انا في الدائره ديالي انا ما كنخدمش. يكون شهر 7 وشهر 8 يكونوا الناس الجاهلين باش الصناع يبقى يحكم الجهه ديال الشرق. هذا العام دارت شي معرض؟ لا قبل ما تضحك عندي الميزانيه عندي كلشي قلت لهم ابدا. وين بحال المعرض اللي داز في هذا الشهر 4 فين؟ الكورنيش شهر 4 ماشي شهر 11 تعطيني الاروقه. راه عندي الناس هادوك ما كيتحسبوش معارض يعني اللي دايره عليهم الغرفه شي حاجه. هو دابا غادي يكون عندنا واحد المعرض موازاة مع الاحتفال ولا بشي نشاط ديال واحد فريق. يكون واحد المعرض صغير غير الناس ديال الفريق في واحد 15 رواق. المعارض اللي كنذكروا عليها هي المعارض اللي الوزاره كديرها في برنامج كدوز في ميزانيه الغرفه ودار الصانع. كاين جوج ديال الجهات اللي كتدعم المعارض. دار الصانع كتعطي واحد الطرف والوزاره كتعطي واحد الطرف وحتى الغرفه كدير واحد الطرف لان ما بقاش يكفي الميزانيه ديال الوزاره وديال دار الصانع ما بقاش تكفي المعارض لان عندك 8 ديال الاقاليم. الشابيتو كيدير 29 مليون الشابيتو باش يكتب روحه يعني اور تاكس. ملي كيدير لك لاطاكس كيز لاطاك كتوصل حتى 29 27. اذا الا عندك 8 ديال المعارض انت خصك غير لو شابيتو عاد ارى الطبع ارى النشر ارى السيكوريتي ارى السونوريزاسيون. راه المعارض فيه واحد العدد ديال الاشياء الناس ما كيشوفوهاش. ارى الا كاين شي فنادق ارى كتعرف واحد العدد ديال الامور الصحافه الطبع النشر. المعرض الثاني خصو بعدا مينيموم واحد 500000 درهم باش دير شي معرض مزيان. 5 في 4 في 8 كتعطيك تقريبا واحد 400 مليون. احنا الوزاره كامله عطاتنا هذا العام انا كنهضر معاك بالشفافيه عطات بالارقام عطاتنا 80 مليون ودار الصناعه عطينا 60 هي 140 فين غتلقى هاد 400 باش غادي دير دي سيفينمون مزيان. هذاك المعرض اللي درناه هنا راه اكبر معرض دار في اقليم الناظور منذ الاستقلال. ما عمرو دار شي معرض فيه 140 رواق وكنتمناو انه في هذه المرحله الجايه غادي نديروه يكون يوصل حتى ل 200 رواق باش يكون اولا الناس ديال الاقليم عندهم لي زيسباس فين يجلسوا. لان ما يكون عندك واحد المعرض ديال 120 رواق او 60 رواق وانت مفروض راه عارف بالله يعني شي حاجه اخرى. دابا الشواهد ديال الغرفه ما بقاوش يتعداو الدروج. كيهزها من هنا كيديها الامين، كيهزها من البيرو ديال الشواهد كيديها الامين، تخدم غير من الامين، كيخرج من الدروج ما خداماش، لان فيها لتحت 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 مكتوبه خاصه بالسجل الوطني. ديال القانونات 2007 حتى دابا راه كان الانتشار ديال المده من 2007 كان. ايوا شوف السيدي الاصلاح ماشي سهل، دابا الا بغيت تبني واحد الدار كتقدر تبنيها سهله، ولكن الا بغيت ترونوفليها صعيب. السيد الرئيس حتى هذا الاخر لامونس اللي درنا حتى نهار الجمعه راه ماشي هو اليوم، لان بدا بغياب. نعاودوا ان شاء الله، ان شاء الله نعاودوا. انا مستعد والاخوه المنتخبين ديال الناظور لا اللي كاينين في المدينه واللي كاينين مستعدين، راه ماشي بالضروره. شوفي هذا النجاح اللي نجحها الغرفه ديال الشرق، لا نقول بكل صدق راه كاين مشاريع مهمه. هو راه تلونسا مارشي في الدريوش، ها هو تلونسا مارشي في الدريوش، ها هو الجرائد الوطنيه في 23 مليون درهم، 2,300,000، وغادي يكون واحد لو سونتر في الدريوش بحال هاج. فين دابا هاد لو سونتر هذا راه اللي كيفوت من قدامه هنا كيقول هذا غير شيكوخ، ولكن ملي كتدخل كتلقاه يغلي بالشباب والشابات. دابا في الناظور راه البنات كيتعلموا النجاره، ما كاينش كاع شي فما كانش كاع في الخيال انه البنات ديال الناظور ها هما اللي تحت الا بغيتو تهبطوا راه دابا مشى الحال شوفوا وراهم غاديين مزيان. راه هاد المعلمه اللي دشنها سيدنا الله ينصرو الله يتحل. القريه صناعيه دابا عندنا شوف عندنا مساله اخرى، عندنا هاد المحلات اللي تحت سيدنا النائبه كلشي كلهم هادو ما يسلموش جلاله الملك، لان الا مشى حكى شي واحد عطاه سيدنا المفتاح ما غاديش يقدر يخرج. انا عندي هنايا واحد السيد، وحنا قلنا بدي خص يكون واحد الانتقائيه ديال الحرفيين تكون شفافيه. هاد الملف راه حنا خدامين هذه فايته دابا 5 شهور مع السيد العامل اللي مشى واسي امين، وراه دار فيه مجهود وتعطات فيه دي بروبوزيسيون وتعطات فيه واحد العدد ديال وجهات النظر ديال الشركاء كاملين، ومازال عاد كنخضوا غير ما نديروش شي حاجه عوجه اللي بقى شي واحد يقول لك ودي راه عطاو لصحابهم او ديرها داروا الحسوبيه او ديرها كذا. راه هادو غادي يتوزعوا، ولكن غادي يبقى حتى ترانسفورماسيون لهاد السونتر، لان عنده المدخل واحد. وحنا ملي كتخرج الاداره في 4 وفي 5 شهور يبقى هنا، دونك هذا هو الاشكال. حنا كنعاودو نديروا له اعاده يعني الترانسفورماسيون ديالو، باش ملي غادي يتوزعوا المحلات على الحرفيين سواء غادي يكونوا بالتناوب كمحلات ديال العرض، سواء غادي تعطاو اون فوا بوغ توت. الكيفيه اللي كيدبروا هاد المحلات على الصعيد الوطني، الناس المستفيدين اللي كيدخلوا فيهم هما كيديروا واحد الجمعيه بيناتهم وكيكوتيزيو باش غادي يخلصوا داك العساس كيتعطاو بالمجهل، ولكن ديك لا كوتيزاسيون اللي كيديروا ديال 200 درهم ولا 150 درهم في الشهر باش يخلصوا داك العساس وباش يصوبوا البولات حقات وباش يخلصوا اللي غادي يسير بيناتهم. اما الدوله ولا الغرفه ولا الوزاره ما كتاخذ حتى شي حاجه منها. واحد الرئيس العامل قالنا عطونا واحد التصور. شكون دخل معنا فيه؟ دخل معنا فيه تا مكتب الاستثمار ديال الاستثمار، لان هما عندهم افكار. درنا واحد لا كوميسيون كبيره كيشتغلوا، عطاو واحد لا بروبوزيسيون السيد العامل اللي مشى، ودرنا واحد الاجتماع وافق عليها، ورحنا عاود كنعاودوا نستناو على ما يترسى السيد العامل الجديد وغادي نمشيو عنده. الا وافق عليها نديروا الاعلان وغادي يداروا معايير، وغادي تكون الى هاد المعايير مثلا توجدات عند الناس كاملين غادي نلجؤوا لمسائل اخرى، اما نلجؤوا لطريق القرعه ولا المهم ما غاديش نجيو نعطيو مثلا هذا حيت راه معانا. انا بعدا شخصيا سوف لا ادافع على الحل ديالي راه تما. شكرا على هذه الايام اللي بقات فيا من 2011. الحرفي اللي كان كيقول هنا في الناظور واللي قالها لي مباشره هذاك النهار، حنا محقورين. اليوم الحمد لله راه كانت اثباتات بان راه كانت واحد الفكره اللي هي خاطئه، وبان الشفافيه راها موجوده، وبان العداله المجاليه راها موجوده، والحرفيين ما كنهضرش على الحرفيين ديال اقليم الناظور ولا نهضرنا بصفه عامه، انهم بالنسبه للسيد الرئيس كلشي حرفيين مغاربه وكلشي بحال كيوجد كي الناظور كي تاوليرت كنتمنى مستقبلا انه اللي عنده شي ملف يجي للاداره والاخوان كاملين راه يكونوا راه الاشاره. انا كنائبه برلمانيه اي تدخل ديالكم اي مشكل مرحبا والف مرحبا، ولكن انا اللي غادي يفيدكم اكثر مني هي الاداره الموجوده ومن المسؤولين بالنسبه للسيد المدير الجهوي ولا الاقليمي ولا السيد الرئيس. التليفون ديالو راه مفتوح للجميع ونتمنى انكم اليوم راكم راضيين. نقول لكم واحد القضيه كان عمر ناضر كان شي كلام اخر. البارح كنت هنا ياك والبارح كنت هنا، لا والبارح كنت هنايا الاسبوع اللي فات كنت هنا. نقول لكم علاش، لان المقر ديال ياك ما راكش سجلنا غير ديك الكاميرا